أهلا بكم. قد تكون أنت مصدر الخبر، وقد تكون أنت المعني به. أخبار الناس برنامج نهتم فيه بأخبارك في محافظتك ومدينتك وقريتك، في حيك وشارعك، في كل مكان في مصر. هذا البرنامج نتلقى فيه مكالماتك ومشاركاتك، هو نافذة لك أنت، لكن على عكس ما نقدمه في باقي نوافذنا هي أخبار مع وقف التنفيذ حتى يؤكدها مراسلونا. ننصت إليك ونرجو أن تتحرى الدقة قدر الإمكان في أخبارك، ونتلقى اتصالاتكم مشاهدينا الكرام على الأرقام الموضحة على شاشتنا، كما يمكنكم مراسلتنا على إيميل البرنامج peoplenews@aljazeera.net وعبر فيسبوك وتويتر أخبار داش الناس. نبدأ مشاهدينا الكرام مع هذا الخبر العاجل، وهو مصادر الجزيرة تقول النيابة العامة ترفض طلبا لأعضاء هيئة الدفاع لزيارة الدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول. إذن النيابة العامة ترفض طلبا لأعضاء هيئة الدفاع لزيارة دكتور محمد مرسي. بالطبع سنوافيكم بتفاصيل أكثر حول هذا الخبر في سياق هذه الحلقة أو في سياق خدمتنا الإخبارية القادمة. نبدأ مع أول اتصال وهو محمد من الإسكندرية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاتصال. أهلا بك، تفضل. الصوت حضرتك، احنا بالنسبة لمشاكلنا عندنا طبعا مشاكل بتاع التيار الكهربي ده على طول بالساعة، يعني ساعة واتنين أو كده. وهي بالنسبة للحكومة الفاشلة ديت، هما دلوقتي بيحاولوا يصدروا الموضوع إن في ناس اللي هم مؤيدين للشرعية أو تبع الإخوان بيفجروا محولات أو بيحرقوا محولات أو كده. هي أصلا الكهرباء بتقطع لوحدها، يعني هو أنا أين شايف إن هو تحديدا في بيحاول يصدر. الإسكندرية يا أستاذ محمد؟ نعم، أين تحديدا في الإسكندرية؟ يعني احنا في شرق اسكندريه، شرق صباح فيكتوريا الإسكندرية. طبعا، صباح حي المنتزه. نعم. هو دلوقتي هو بيحاول انا شايف ان هو بيحاول يرمي الانظار بعيد، بدل ما تبقى الكهرباء بتقطع بسبب نقص الوقود وبسبب فشل الحكومه، يحاول يصدر العمليه ان ايه، كان في ناس بتحرق بقى المحولات وتفجر محطات الكهرباء وكده، عشان بدل الشعب ما يسخط عليه هو بسبب فشله، لا ايه، يوجه الانظار انها تفشل على ان هي توجه سخطها للاخوان ومؤيدين الشرعيه، كان هم اللي بيقطعوا الكهرباء. في الوقت ان هو اللي فشل هو وفشل حكومته، ان هو في عدم توفير الوقود للمحطات، هو ده اللي بيسبب في ازمه انقطاع الكهرباء. اذا كان هي بتقطع الكهرباء اصلا في الشتاء، يعني ولسه جاي الصيف، يعني الدنيا هتبقى سواد خالص، بيحاول بقى يوجه سخط الناس لما الناس ما تسخط على الحكومه وفشلها توفير الغاز وتوفير الوقود للمحطات، ان هي لا، كان احنا كان المؤيدين الشرعيه والاخوان هم اللي بيحرقوا، هم اللي طيب بيحرقوا ايه هي المحولات. ردود فعل المسؤولين في محافظة الإسكندرية على استمرار انقطاع التيار الكهربائي؟ لا مفيش اي استجابه، هو كان عايز الحكومه تستجيب لمين؟ هو مفيش، ما عندهمش اي مشاكل، هو اهم حاجه يحافظ على الكرسي، يجي ينزل امن في الشوارع بس يقبض على الناس وكده عشان يحافظ على وجوده في الكرسي. بس لو سمحت والله كان عندي نقطه ثانيه بس عشان ما اطولش حضرتك، عشان الناس تاني. بالنسبه لعمليه فض رابعه، او احنا لو خدنا بالكلام بتاع مجلس حقوق الانسان بتاعهم اللي بيقول ان في 632 اتقتلوا في رابعه، 8 شرطه و624 من المتظاهرين. لو احنا خدنا العمليه ديت، وانا بطالب يا ريت حضرتك تعملوا لنا حلقه او كده، او تعملوا مقارنه ما بين اللي حصل في مزبيرو مع المسيحيين، لما حصل اشتباكات مزبيرو بين المسيحيين وبين الجيش، ومات من المسيحيين 17 واحد، ومات من الجيش تقريبا نفس العدد، ومحدش طلع قال لنا ان قال ان المسيحيين دول ارهابيين ولا ان هم عملوا كده، بالرغم ان العدد اللي اتقتل من الجيش واتقتل منهم يعني تقريبا في نسبه وتناسب ان هم متساويين مع بعض، من هنا 17 ومن هنا 17. ما سمعناش اعلام مبارك ونخبه مبارك قالت ان المسيحيين دول ارهابيين وقتله، ولما شفنا برضو فوق الكدرية في احداث العباسيه المسيحيين هم ماسكين الالي وماسكين الطبنجات وكده، ما حدش قال عليهم ارهابيين، ولا هم بيستعملوا نفس الوضع اللي بيستعمله امريكا، ان الارهابي ده لازم يكون مسلم، يعني المسيحي ما ينفعش يبقى ارهابي، هو المسلم في العالم كله زي ما امريكا بتعمل بالظبط والغرب بيعمل، ان المسلم هو الارهابي، انما المسيحي ما يتقالش عليه ارهابي. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد من الإسكندرية. تحدثت عن استمرار انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة. معنا الآن أستاذ خميس عسكري من محافظة البحيرة. أستاذ خميس، ما هي أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطن في المحافظة؟ والله يا فندم، بالنسبة للمشاكل، مشاكل كتير ومش عايزين نعد يعني، بس أبرز المشاكل فضلا عن قطاع الكهرباء، انقطاع المية، البنية التحتية عندنا سيئة جدا جدا جدا، مفيش شارع، مفيش حفر، مفيش شارع مفيهوش حفر خالص، مفيش شارع اسمه مش محفور، مفيش شارع اسمه متسفلت، مفيش أي حاجة، مفيش أي بنية تحتية.
فيها معقول ما فيش الضحايا. شارع في المحافظة غير وفيه مشاكل؟ ما فيش شارع لو فيه مشكلة، لو ما فيهوش اسفلت ما تلاقيش فيه إنارة، لو ما فيهوش اي، ما فيش شارع اسمه ما فيهوش اي مشكلة خالص. طب ايه هي ده ابرز المشاكل دي؟ دي بالنسبة للمشاكل في المحافظة، مشاكل كتيرة مش عايزين نعد. بالنسبة لتقرير لجنة حقوق الإنسان برضه، أنا عايز ما نعولش عليهم، لأن هم معروف آخرهم إيه، ومعروف دول تبع السلطة وبأيدوا السلطة، والتقرير ده طالع مخصوص كدعاية للانقلابيين. وخلينا هنمشي معاهم ونقول إن 600 بس اتقتلوا، طب 100 بلاش 600، هل العدد ده يعني أنا معتصم سلمي طيب تيجي أستاذ تقتلني؟ خميس، خلينا نركز على مشاكلكم في محافظاتكم. يعني والله يا فندم هذه الحلقة ليست مخصصة لتقرير مجلس القومي لحقوق الإنسان. تفضل. بالنسبة للمشاكل زي ما قلت لحضرتك، مشاكل كتير أبرزها انقطاع الكهرباء بصورة مستمرة، دي والبنية التحتية عندنا سيئة جدا، ما فيش. فقدنا الاتصال على ما يبدو بأستاذ خميس عسكري من محافظة البحيرة. معنا الآن أستاذ إسلام من البحيرة أيضا، تفضل. فقدنا الاتصال على ما يبدو أيضا بأستاذ إسلام من البحيرة. إذا كان معنا الأستاذ محمد من الإسكندرية، تحدث عن استمرار انقطاع تيار الكهربائي في محافظة الإسكندرية، وأستاذ خميس عسكري من البحيرة أيضا تحدث عن ذات المشكلة وهي انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى البنية التحتية في مشاكل كبيرة في هذا الموضوع في المحافظة. معنا الآن أستاذ محمد من الغربية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. طبعا انا بشكر قناه الجزيره، القناه اللي هي، وارجو ان حضرتك يا ريت ما تقفليش عليا. تفضل. قفل عليك ليه؟ تفضل. طيب انتوا قناه، انت فرحانه بنفسكم باللي انتوا بتعملوه ده؟ مصر اكبر من الجزيره، مهما تحاولوا تعملوا احنا مش بنعمل ايه يا استاذ محمد؟ انتوا مصر، استاذ محمد انتوا قناه طيب خيره، استاذ محمد طيب، قناه عذرا بتلعب عن في مصر. المقاطعه، حضرتك قلت لي ما تقاطعنيش، لكن حضرتك خرجت عن الموضوع. الحلقه بتتناول اخباركم، لو عند حضرتك اخبار او مشاكل حابب تطلعنا عليها اتفضل. اخبارنا احنا المصريين صح؟ اه ممتاز. انت حضرتك اولا هل انت مصريه؟ نحن يعني هل حضرتك الان بتتكلم، حضرتك الان بتتكلم عن اخبار؟ طيب شكرا أستاذ محمد من الغربية. معنا الآن أستاذ زين العابدين من أسوان، تفضل. أستاذ زين تفضل. طيب أستاذ أبو عمر من السعودية، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. والله أنا عندي مشكلة عامة، ما هي مشكلة خاصة لي. تفضل. إيه؟ المشكلة عامة. ايه هي يعني المشكلة؟ تخص فئة كبيرة جدا من المجتمع. فقدنا الاتصال على ما يبدو بأستاذ أبو عمر من السعودية. إذا مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتلقى اتصالاتكم عبر الأرقام التي تظهر تباعا على شاشتنا. نتناول في هذه الحلقة آخر أخباركم ومشاكلكم التي تعانون منها في محافظاتكم. آخر أخبار المحافظات هي انفجار سيارة نقل محملة بالمازوت بالبدرشين دون خسائر بشرية، وأيضا هناك كثافات بمحور الأوتوستراد وأتوبيس يتسبب بشلل مروري بالعتبة، وأيضا فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة لتحسن الأحوال الجوية. معنا الآن أستاذ شعبان، تفضل. أنا اسمي صالح شعبان محمود عساوي من اليوبية. تفضل. صالح شعبان. تفضل يا أستاذ صالح. لو سمحت، هو أنتوا يعني الجزيرة دي، لو يعني أنا عاوز أسأل سؤال. يعني هي الحلقة مش مخصصة لقناة، الحديث عن قناة الجزيرة يا أستاذ صالح. لا عفوا عفوا، حضرتك عليك أن تلتزم بموضوع، بالهدف من البرنامج وموضوع الحلقة. فقدنا الاتصال بأستاذ صالح من القليوبية. معنا الآن أستاذ صابر من المنيا، تفضل. ياس، السلام عليكم. وعليكم السلام.
يا استاذ معلش يعني ما تزعلش من الناس اللي هم يعني ان هم منتفعين. استاذ صابر تفضل تفضل اتكلم على طول عن مشاكلك واخبارك. يا استاذ يعني بصراحه يعني الناس بتسيء ليكم كتير، والناس اللي هم منتفعين من يا استاذ صابر احنا مش بنتكلم الان عننا ولا عن قناه الجزيره، احنا بنتكلم عن اخباركم ومشاكلكم. اتفضل حضرتك ايضا اتكلم في الموضوع. ما المشكلة ربنا وانتم استاذ صابر استاذ صابر استاذ صابر حضرتك من المنيا، ايه هي المشاكل اللي بتعانوا منها في المنيا؟ ناس لانه بياخدوا خدوا اخويا، وناس راحت لاخويا قالت لي امضي هنا اهوت، لو ما مضيتش هنطلعك من الشغل. اصحاب الناس اللي هم اللي يعني اصحاب المصالح عشان لازم يمضي، لو ما مضاش ايام الانتخابات لو ما مضاش يطلعوه من الشغل. شكرا استاذ عيسى من المنيا على هذه المشاركه. معنا ايضا استاذ طارق من الاسكندريه، تفضل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. مشاكلنا حضرتك اللي احنا بنعاني منها كشعب سكندري ان احنا عندنا المصدر والدخل الوحيد لسه. استاذ طارق يا ريت لو تسمعني من الهاتف من فضلك. حاضر يا فندم، حاضر. بقول لحضرتك لو سمحت، احنا مشاكلنا عندنا في اسكندريه كل مدى بتتراكم عن اللي بعده. كل يوم بتراكم عن اللي بعده، خصوصا المحليات. رجع النظام القديم هو كل حاجه زي ما هي، مفيش اي حاجه. النهارده لسه في ازالات في اسكندريه عشوائيه، ازالات عشوائيه، لازم تلاقي ازالات عشوائيه تاني زي الاول واكتر. قبل نظام مبارك زي نظام مبارك كده واكتر شويه كمان، باستناد من الداخليه. والبلد حالها واقف خالص، والله والله والله. في ناس مش لاقيه تودي على الدكتور ومحدش حاسس بيهم، في ناس مش لاقيين ياكلوا، والله العظيم ومحدش حاسس بيهم. مين واخد باله من الناس دي؟ مين بيفكر فيهم؟ أنا عايز قناة الجزيرة تتبنى إن إحنا نلم بعضينا. إحنا مش عمرنا ما هنبقى مصر بخير لما لازم نتلم كلنا مع بعضينا. حق قناة الجزيرة عندها المقدرة إنها تلم كل المصريين، كل المصريين، يبقى هي قوة، هي ذات الانطلاقة إنها تلم كل المصريين. وتقول لك القنوات الفضائية التانية إن إحنا قناة ملمة للمصريين، بنلموا المصريين. طيب شكرا على المشاركة أستاذ طارق من الإسكندرية. معنا الآن أستاذ عيسى من المنيا، تفضل. أيوة يا فندم. ألو. تفضل. ألو. الرئيس المؤقت حازم الببلاوي شفيق، الدكتور مرسي في المؤتمر الأخير يعني وضح شفيق واللي بيعمله شفيق، وحازم الببلاوي نوضح إحنا دلوقتي. حازم الببلاوي كان مركز، حازم الببلاوي هو رئيس الوزراء المستقيل. لا مش مستقيل، موجود. طب ما شفيق هرب وموجود وبيخرب. حزم الببلاوي كان مرشح جمال مبارك 2010 للرئاسه. طيب استاذ عيسى عشان ما نبعدش عن محتوى البرنامج والهدف منه، يعني احنا حابين نسمع اخر الاخبار عندكم في محافظتكم في المنيا والمشاكل اللي بتعانوا منها. مشاكلنا في مصر الانقلاب مبارك، الانقلاب اللي عمله مبارك، مشاكلنا في مصر كلها الانقلاب، الانقلاب اللي عمله مبارك في الجمهوريه كلها. الرئيس المؤقت من منين يا فندم؟ طيب الرئيس المؤقت، احنا مش بنتكلم عن الرئيس المؤقت الان يا استاذ عيسى. طيب معنا الان استاذ خالد من الشرقيه، تفضل. ايوه السلام عليكم استاذ صالح. وعليكم السلام. طبعا انا كان ليا شكوتين، اثنين شكوى شخصيه وشكوى عامه. الاولى بخصوص ان احنا بنتصل كتير جدا بقناه الجزيره والرصيد بيخلص، ويعني ايه المانع ان انتوا لما حد يتصل بيكم ترجعوا انتوا تردوا عليه لما الرصيد يخلص ولا التليفون شارت يضيع، ترجعوا تتصلوا انتوا بيه زي ما بتعملوا مع النشطاء السياسيين وكده. دي الشكوى الخاصه. الشكوى بقى العامه ان احنا هنا في الشرقيه عندنا مشاكل كتيره جدا، اهمها هي الامن والمرور. مفيش حاجه خالص تقريبا في الشوارع، تسيب في كل حته وفي كل الشوارع، التكاتك بتسيطر على الشوارع سيطره كامله بدون اي رادع ولا بدون اي قانون. طبعا ما في اختفاء كامل لرجال الشرطه غير تثبيت السيارات في الشوارع بالليل، واللي معاه اسرته وبيته واولاده ده بقى يبقى ربنا كرمه لو ناجي منهم من ضرب النار
والامور طبعا كده داخله في مرحله سيئه جدا، وكل ده اعتقد انه بسبب هذا الانقلاب العسكري السيء اللي احل على مصر. النقطه الاخيره بقى عشان ما اخدش وقت كتير، هو عمليه الارهاب اللي شاعت في مصر، ولفظ الارهاب اللي عمالين يقولوه ان مصر ما فيش فيها ارهاب. عمر مصر ما كانت دوله ارهابيه ولا كان شعبها ارهابي. مصر دوله شعب طيب وشعب محترم وشعب صادق، وان شاء الله انا بؤيد وبناشد كل المتظاهرين اللي في الشوارع ان شاء الله ربنا هينصركم، وباذن الله النصر قريب جدا وما حدش ييأس، وباذن الله ربنا هتعود النصر، هتعود الحريه لمصر والاهل لمصر، وهتعود الميادين للانفتاح مره ثانيه، وسيعود الثوار لميادينهم رافعين ان شاء الله صور شهدائهم ومخلدينهم الى الابد ان شاء الله. وشكر قطر الجزيره، مع انه شكر على واجب، وشكرا يا استاذ صالح. شكرا استاذ خالد من الشرقيه. ننوه مشاهدينا الكرام الى ان هذه صور حيه تاتينا من محافظه الشرقيه والقاهره وبني سويف واسيوط لمظاهرات طلابيه مناهضه للانقلاب العسكري في عده جامعات مصريه. معنا الان استاذ محيي من اسيوط. السلام عليكم فندم. وعليكم السلام. والله اشكر قناه الجزيره على الطاقه الاعلاميه الجيده. والله عندنا مشاكل في مركز بيروت، طبعا انقطاع الكهرباء بصوره متعدده، وعندنا برضو المحليات بالنسبه لل القمامة رقمي تماما. وإيه تاني يا أستاذ محي؟ وربنا ينصر الإسلام والمسلمين. شكرا أستاذ محي من أسيوط على المشاركة. سلام. معنا أستاذ جنيدي من الجيزة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا أستاذ صباح؟ أهلا بك، تفضل. في النائب العام قفل، النائب العام قفل 114 معتقل من احداث النهضه بتاريخ 11/3/2014 لحد الان لحد ما افرقش عنه. تروح للمحامي العام بتاع الجيزه يقول لك ماليش اتصال، وتروح قسم الجيزه يقول لك مفيش عربيات نقل تنقل المتهمين. معايا حضرتك؟ نعم. طب كده بقى عايزين بقى الناس المتهمين في القضيه ديت وتحدث النهضه 12/681 على 2013 يكونوا حاسم الجيزه يجتمعوا بكره الساعه 10 قدام اسم الجيزه. وشكرا استاذ صالح. شكرا استاذ جنيدي من الجيزه، كنت اجد صعوبه في الاستماع اليك. معنا الآن أستاذة فاطمة من أسوان، تفضلي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. الخبر اللي عندي إن 37 شهيد سعرهم 10 سنين، 37 زوجها مات وهتشيل على ظهرها 3-4 أيتام عمر طويل عشان تربيهم، تحسب باليوم وبالثانية وبالدقيقة عشان توصل لبر الأمان. سعرهم 10 سنين عند القضاء المصري، 37 مصري سعرهم 10 سنين، قتلهم يساوي 10 سنين، رخيصة أوي، سعر البني آدم في مصر رخيص أوي. ده مش خبر يا بنتي، يخلينا كلنا نموت كمد وحسرة. عارفة يا بنتي يعني إيه أم تشيل على ظهرها 4 عيال تربيهم سنين وعمر؟ عارفه يعني ايه اب وام يتهرموا من النوم الشاب ويبص يلاقوا ثمنه 10 سنين؟ ده مش خبر يا بنتي، ده مش اهم خبر، ده مش اهم خبر الناس كلها تسمعه وتعرف قيمه ان الصالحين في مصر ايه؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا استاذه فاطمه من اسوان. معنا الان استاذ محمد من حلوان، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية لقناة الجزيرة وأستاذ أيمن وأستاذ زين، تحية خاصة ليهم. تمام.
حضرتك بس بالنسبة للمشكلة اللي عندنا هي ال ألو؟ تفضل سامعينك، تفضل يا أستاذ محمد. المشكلة بس اللي عندنا حضرتك هي بالنسبة للكهرباء، المشكلة اللي موجودة على مستوى مصر كلها. أوكي؟ حضرتك الكهرباء ما بتجيش، إحنا البلد الوحيدة اللي الكهرباء ما بتجيش، فواتير الكهرباء عليت يعني أكتر من الأول. يعني حاجة غريبة جدا، حاجة عكسية. الكهرباء أصلا ما بتجيش، والفواتير بتاع الكهرباء عليت جدا عن الأول. دي كده مشكلة موجودة عندنا. أوكي، بالنسبة بس حضرتك حاجة بعيد عن المشاكل والكلام ده كله، بالنسبة لناس كتير بتسأل وتتكلم على قناة الجزيرة، هل هم مش شايفين، هم مش شايفين اللي بيحصل في الشوارع؟ مش شايفين قطاع الكهرباء نفس المشكلة اللي اتشال عليها مرسي؟ مش شايفين الناس اللي بتتقتل في الشوارع؟ مش شايفين حضرتك لما الداخلية بتخش أي مكان رجعوا تاني نفس المشكلة بتاعت زوار الفجر؟ نفس المشكلة. أول حاجة يعملوها يخشوا حضرتك، يا طبعا يدوروا أول حاجة على الفلوس، فلوس والذهب دي أول حاجة، كأن بلطجية أو حرامية جايين، مش جايين ينفذوا قرار نيابة أو أي حاجة من الكلام ده كله. أول حاجة يعملوها هي، ودي حصلت مع حد قريب يعني، أول حاجة عملوها راحوا خدوا الذهب والفلوس. تقريبا كانوا ناقصين إن هم يفرقوا البيت ده على بعضيهم، هم ناقصين ده اللي كان ناقص. فطبعا يعني أنا مش عارف الناس اللي هي بتتكلم أو لغاية دلوقتي مقتنعة بحاجة معينة غلط، كلها بغلط، وهم يعتبر طيب يا استاذ جمهورنا. محمد، يعني الهدف من البرنامج ومحتوى البرنامج هو مشاكلكم واخباركم، لو نركز على هذا الموضوع. اكيد طبعا، بس انا قلت لحضرتك مش كده مش موجوده عندي، بس انا بقول يعني برضه يعني يمكن حد يبص، يمكن حد يسمع، يمكن خلينا نقول يمكن حد يرجع للي في دماغه. ما هي مش هتيجي الا كده، لازم الناس ترجع للي في دماغها عشان خاطر نرجع تاني صف واحد. ما هو مش هينفع يعني احنا كده رايحين في سكه مسدوده، يعني نص البلد عايز رأي، نص التاني عايز رأي، مش نص البلد اللي عايز رأي التاني يعني، بس هو الناس اللي معاه القوة والفلوس والكلام ده كله. طبعا احنا نشكر قناة الجزيرة، وتحياتي للأستاذ أيمن عزام والأستاذ زين. شكرا جزيلا أستاذ محمد من حلوان. معنا الآن أستاذ حسام من دمنهور، تفضل. أستاذ حسام تفضل. طيب أستاذ عمر من البحيرة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أنا بشكر قناة الجزيرة في الأول إنها بتعرض الرأي والرأي الآخر، فبس حاجة صغيرة بس بالنسبة للجماعة المشاكل وبتاع، فمفيش مشاكل. إحنا الحمد لله إمبارح ثورة 30 يوم وأتت ثمارها، وتم تكريم الأم المثالية فيه. أظن هو ده التجسيد الحقيقي ل 30 يونيو وكل اللي عايز يتكلم فيه وكل المشاكل والمصائب اللي في مصر. اتجسدت امبارح في الأم المثالية. دي الرسالة، دي الصورة اللي عايزين يرسموها لمصر بره. إن مصر أصبحت بلد الرقاصات. حسبي الله ونعم الوكيل. بصراحة أنا مش لاقي كلام أقول، أنا لسه أقول حاجات كتير، بس عارف إن وقت البرنامج بيتخصص لحاجات تانية. بس حبيت أجسد الصورة اللي هم عايزين يوصلوها للعالم. والله مصر مش هتكون كده ابدا، وهي دي مش مصر. مستحيل ان تكون دي مصر، مستحيل ان تكون دي بلد الازهر، مستحيل ان تكون دي بلد العلماء، مستحيل ان تكون دي بلد محمد الغزالي ومحمد عبده ومحمد الشعراوي. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، هناك خبر عاجل تتابعونه الآن على شاشتنا، وهو قوات الأمن تقتحم مقر انعقاد مؤتمر تحالف دعم الشرعية للرد على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان. وبالطبع سنوافيكم بتفاصيل أكثر في سياق خدمتنا الإخبارية التي ستأتي على رأس الساعة. ومعنا الآن عبر الهاتف، معنا الآن سيد وهو شاهد عيان ليروي لنا ما حدث. تفضل سيد. السلام عليكم. أولا كان مقرر إقامة مؤتمر موازي لمؤتمر حقوق الإنسان الذي قامت به الحكومة القومية لحقوق الإنسان بالأمس. كان مقرر أن يكون به تحالف في مقر حزب الاستقلال الجديد الشعب سابقا، ولكن قامت قوات الأمن قبل إقامة المؤتمر بنصف ساعة باقتحام مقر الحزب وتصفية كل العاملين به وتوقيف الصحفيين، ثم إخلاء سبيل الصحفيين الآن، وتم القبض على كل العاملين بالمقر. مقر الاستقلال، مقر حزب الاستقلال، مقر الشعب سابقا. تفضل. نعم. أكمل جمال الدين أبو الحسن.
ولكن لم يوجد اي احد من التحالف، لم يوجد اي عضو من اعضاء التحالف لم يتواجدوا بالمقر. ما كانوش وصلوا لسه المقر؟ لم يكونوا متواجدين بمقر حزب الاستقلال، لم يكونوا خلاص. نعم. طيب مين كان متواجد اعضاء الحزب؟ لا، كانوا العاملين في المقر اعضاء حزب الاستقلال والعاملين العاديين في مقر حزب الاستقلال، وبعض الصحفيين الذين كانوا اتوا لتغطيه المقر المؤتمر. طيب المؤتمر كان من المفترض يبدا امتى؟ الساعه 1. الساعه 1. قوات الامن؟ نعم. قوات الامن الان اقتحمت المقر. اقتحمت كانت اقتحام المقر بتشكيل امن مركزي ومدرعتين وسياره تحليلات، وكانت وثيقه في اول شارع القصر العيني وبوكسين من المباحث. طيب قوات الامن كانوا بيرتدوا زي الشرطه ام زي مدني؟ لا، زي الشرطه. زي الشرطه. طيب هل تسببوا في اي تلفيات؟ يعني عملوا ايه خلال اقتحامهم للمقر؟ لا، فقد اقتحموا واخذوا العاملين بالمقر ثم خرجوا واخذوا فريق الصحفيين، مجرد تاكد من الهويه الصحفيه يعني دعوهم يرحلوا. يعني هم اخذوا كل العاملين وكل المتواجدين داخل المقر؟ المقر نعم، ثم اخذوا فريق الصحفيين. مالوش هياخدوهم على فين؟ لا، هو غالبا هياخدوهم على اسم قصر، يعني هو اقرب اسم شرطه متواجد في المحيط. طيب ايه مبررهم للاقتحام ده؟ والله مبررهم يسال في الداخليه، مش يسال فيه يعني. اكيد سالتوهم او سالوهم يعني. كان ادوهم ايه؟ سالوهم مقر التخلف عن الشرعيه، حاجه مناقضه للانقلاب، مناقضه للحكومه، فبالتالي كان هيصدر تقرير موازي لتقرير الدوله، فتم الاقتحام. شكرا جزيلا لك سيد شاهد عيان، أطلعتنا على تفاصيل اقتحام قوات الأمن لمقر انعقاد مؤتمر تحالف دعم الشرعية للرد على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان. وبطبع مشاهدينا الكرام سنوافيكم بتفاصيل أكثر في سياق موجز الأخبار على رأس الساعة. شكرا على متابعتكم ومشاركتكم معنا في حلقة أخبار الناس لهذا اليوم، وإلى اللقاء.